السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في الإطلالة الأولى لبرنامج من عمان في أسبوع متجدد. نتمنى لكم أسبوعا حافلا بالعمل والإنجاز خدمة لهذه الأرض المعطاءة عمان الغالية دائما وأبدا. مشاهدينا، كما عودناكم في هذه المساحة، مرآة عاكسة لكل ما يحدث من أنشطة وفعاليات على أرض السلطنة الحبيبة من أقصاها إلى أقصاها. في حلقة الليلة مشاهدين نقترب أكثر من أول مشروع استزراع سمكي نباتي بالسلطنة الذي دشن ببلدة لزغ بولاية سمائل ونفذه المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني. ما هو هذا المشروع؟ ما أهمية هذا المشروع؟ ماذا سيضفي هذا المشروع على اقتصاديات الواحات؟ كل هذه التفاصيل مشاهدين برفقة ضيفي في الدقائق القادمة لحلقة الليلة. الآن مشاهدينا، قبل أن نخوض هذا الحديث، نذهب بكم إلى تقرير عن حصاد المشمش في محافظة جنوب الباطنة. بعدها لنا عودة لمتابعة ذات الموضوع، تابعونا. مع قدوم فصل الصيف وارتفاع حرارة المكان، تبدو بعض الأماكن الجبلية في السلطنة وكأنها سلة غذائية لأصناف الفاكهة، والتي تطفئ وهج الحرارة بثمارها التي تمنح متذوقيها متعة ولذة. فها هي قرية كان بولاية نخل بمدرجاتها الزراعية، والتي تسحر لب الزائر. تبدو ثمار أشجار المشمش وقد حان قطافها، ليجد الزائر لهذه القرية فاكهة مع مختلف الأصناف الأخرى من أشجار الفواكه كالرمان والعنب وغيرها، وليعيش لحظات من السعادة وهو يستمتع باعتدال درجات الحرارة وغيرها من المقومات، والتي جعلت من قرية كان قرية وادعة. وليس ببعيد عن قرية كان تبدو قرى كرب والمارات بولاية الرستاق هي الأخرى، وهي تستقبل زوارها هذه الأيام باصفرار ثمار فاكهة المشمش، والتي تكسو مساحات واسعة من مزارع هذه القرى، حيث يحرص الأهالي على جنيه مبشرا بمحصول وفير من ثمار هذه الفاكهة، والتي تنمو في أجواء ذات اعتدال في درجات الحرارة. وإلى جانب ثمار المشمش، يستمتع الزائر بما تطرحه شجرة البوت من ثمار، والذي يتزامن نضجه مع حصاد فاكهة المشمش، حيث تعد من الأشجار البرية والتي تنتشر على نطاق واسع في هذه الجبال. ناهيك عن الأشجار البرية ذات الروائح العطرية والمعروفة محليا بالعلعلان والعتم، والتي تشكل مساحات وغابات واسعة من سلسلة جبل شمس وما جاوره من قرى. عبد الله بن عامر الويهي، محافظة جنوب الباطنة. مشاهدينا من جديد، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في هذه اللحظة من برنامجكم من عمان. كما ذكرنا في بداية الحلقة مشاهدينا، محور حلقة الليلة أول مشروع استزراع سمكي نباتي بالسلطنة. تفاصيل هذا المشروع مشاهدينا برفقة ضيفي في الأستوديو، نرحب باسمكم بأستاذ أحمد بن جعفر البوسعيدي، باحث بيئي بالمركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة، ومشرف على مشروع دراسة الأنظمة المرتبطة بالمياه العذبة. أهلا بك أستاذ. أهلا بك بيان، وأهلا بالمشاهدين الكرام، وشكرا لكم على الاستضافة واهتمامكم بالمشاريع البيئية. واجبنا أن نغطي كل ما يحدث في أرض السلطنة من حراك. تم افتتاح هذا المشروع يوم الخميس. نريد قبل أن نخوض هذا الحديث أن نتعرف على مشروع دراسة الأنظمة المرتبطة بالمياه العذبة. نعم بيان، بداية نتحدث عن فكرة نشأة المشروع وكيف تطور المشروع نتيجة للتحديات الكبيرة التي تواجهها بيئات المياه العذبة
في السلطنة نتيجة التوسع الحضري على بيئات المياه العذبة والاستنزاف الكبير للمياه لموارد المياه العذبة، إضافة إلى تناقص هذه الموارد. هذا ما أدى إلى أن المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة بالتعاون مع وحدة بحوث الأفلاك بجامعة نزوة يتعاون من أجل مشروع دراسة الأنظمة البيئية المرتبطة بالمياه العذبة. المشروع اندرج تحته العديد من الدراسات سواء كانت تطبيقية أو نظرية من أجل جمع بيانات علمية حقيقية من الدراسات التي تمت دراسة التنوع الحيوي في منطقة الأزرق بالتحديد في بيئة الفلق، وكم تم رصد ولله الحمد العديد من الكائنات الحية ما يثري التنوع الحيوي 60 نوع من النباتات البرية بالإضافة إلى 12 نوع من الطيور والحديد من الزواحف إضافة إلى الثدييات. هذا وأيضا اشتملت على مسوحات للمناطق الزراعية والحيازات الزراعية التي تتغذى مباشرة من قناة الفلق. هذا بالإضافة إلى دراسة كيمياء الفلق، وهنا أقصد بكيمياء الفلق هي التي دي سي أو توتال ديسولفيد سوليد اللي هي مجموعة الأملاح المذابة، وأيضا البي اتش اللي هي معدلات الحموضة، إضافة إلى ذوبانية الأكسجين في الماء لمعرفة مدى إمكانية بيئة الفلق لإقامة مشاريع مثل هذه ومدى تحملها لعمل هذه المشاريع. إضافة إلى ذلك من أجل معرفة وقياس رأي الناس حول إمكانية وجود مثل هذه المشاريع التي تعتبر حديثة على بيئة لزغ، تعملنا على وضع استبيان شمل 47 أسرة من أجل استطلاع رأي حول آرائهم حول تجاوبهم حول مدى إمكانية تطبيق مثل هذه الأنظمة في المنطقة، مما يخلق شراكة حقيقية منذ بداية المشروع. حقيقة في نهاية المطاف المركز الوطني للبحث الميداني أراد أن يترك بصمة تطبيقية واقعية في ميدان المسح من خلال وجود مشروعين أساسيين يعملان على تطوير العائد الاقتصادي لبيئة الفلق إضافة إلى تحقيق الاستدامة وهي المرجوة من جميع الأنشطة البيئية. المشروعين هم الاستزراع السمكي النباتي إضافة إلى تطوير نظام الري باستخدام الطاقة الشمسية. نعم، يعني عندما نقول أول مشروع استزراع سمكي نباتي في السلطنة ماذا نقصد بهذا المشروع؟ لو نقرب الصورة أكثر من مفهوم هذا المشروع. نعم، المشروع الكون الأول على مستوى السلطنة من حيث استخدام مياه الأفلاك في تغيير، فهي محاولة لتغيير الثقافة الاستهلاكية المعروفة عند الناس المحليين، إضافة إلى أن هذه المشاريع هي تعتبر حديثة في المنطقة مما تثري التنوع الاقتصادي وأيضا ترفع اقتصاديات بيئة الفلق وأيضا توفر محاصيل ذات وفرة كمية وجودة نوعية على مستوى المحاصيل من حيث كونها محاصيل عضوية لها قيمة عالية في الأسواق المحلية. يعني حديثك يقودنا لسؤال جدا مهم، لماذا اخترتم بالذات فلج لزغ يعني لإجراء التجربة فيه؟ ما هي السمات، ما هي المعايير تم من خلال اختيار هذا الفلج تحديدا؟ نعم بيان، بخصوص اختيار فلج لزغ طرحنا نحن العديد من الخيارات في بادي الأمر، لكن عن طريق القياسات الأولية لمياه الأفلاك من خلال قياسات الأملاح المذابة، من خلال قياس الأكسجين المذاب، من خلال قياسات معدلات التدفق، وأيضا نحن نعرف أن فلق لزغ بالتحديد يصنف على أنه من الأفلاك الداودية، بمعنى أن منسوب المياه فيه ثابت وبمستوى عالي، مما يتيح للباحثين إجراء مثل هذه الدراسات في هذه المنطقة بالتحديد. نعم، يعني اليوم تذكرت أكثر من مرة بأنه هذا سيضفي اقتصاد. نعم. يعني على اقتصاد الواحات بالذات، ما الذي يجعل هذا المشروع نقلة نوعية في اقتصاديات الواحات المرتبطة بالأفلاج أستاذ أحمد؟ نعم، ما يجعل المشروع نقلة نوعية في نقلية من المستوى الاقتصاديات كون المشروع المورد المائي من المشروع هو عبارة عن مياه الأفلاك، هذا من ناحية، إضافة إلى أن المنتجات الزراعية مثل أسلفنا ذات وفرة إنتاجية وجودة في القيمة، إضافة إلى أنها تعمد على توفير مصدر دخل ثابت للفلق من أجل تطويره وتحسينه وتعديله، فهذه المشاريع وغيرها تعمل على خلق نوع من الاستدامة البيئية لمفهوم الفلق، فبالتالي الناس راح تفهم أن يمكن إدراك مشاريع حديثة، يمكن أن إدراك إضفاء نوع من الحداثة على مفهوم الفلق وتطويره. بالنسبة إلى سمات المشروع نقرب المشاهد أكثر بسمات هذا المشروع ببلدة لزغ تحديدا في ولاية سمائل. نعم، ما يميز المشروع أو من أبرز سمات المشروع
أن المركز الوطني حقيقة البحث الميداني في مجال حفظ البيئة منذ وضع اللبنة الأساسية للمشروع حرص على خلق نوع من الشراكة الحقيقية بينه وبين المجتمع الحقيقي مثل المجتمع المحلي. مثل ما نعرف نحن بيان أن المنظومة البيئية لا يمكن أن تحقق نتائجها ما لم تكن هنالك شراكة حقيقية مجتمعية. صحيح. وهذا ما حرص عليه المركز الوطني للبحث الميداني سواء كان من خلال الاستبيان الأولي لاستطلاع الرأي ومعرفة مدى تجاوب الناس تقبلهم لمثل هذه المشاريع، شمل 47 أسرة كان الحمد لله تجاوبهم جدا عالي أكثر من 90%، وهذا ما جعلنا نمشي في المشروع. إضافة إلى أن هنالك اجتماعات تمت بين ممثلي من المركز الوطني وبين المشايخ والأعيان ووكلاء الأفلاك في القرية نفسها، إضافة إلى أن العملية التشغيلية وهذا هو الحقيقة في الموضوع أن 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 الشراكة حقيقية جدا كانت، من حيث أن وكلاء الأفلاك هم بأنفسهم قاموا بعملية تشغيل وإدارة المشروع فيما بعد وبعد تأهيلهم وتطويرهم ومعرفتهم بأنظمة المشروع. جميل. يعني أنت ذكرت قبل قليل بأن المشروع الرئيسي يضم أو يشتمل على 3 مشاريع: استزراع السمك النباتي. نعم. بالإضافة إلى نظم الري الحديثة بالطاقة الشمسية. إحنا نريد أن نتعرف على ثمار هذه المشاريع بعد تطبيقها على أرض الواقع، كيف ستنعكس بإذن الله؟ ما هي فوائدها بالذات؟ نعم، بس لو تسمحي لي بيان أعرف على مشروع أعرق على مشروع الاستزراع السمكي وتعريفاته. نعم. مشروع الاستزراع السمكي هو عبارة عن نظام بيئي مغلق يتم فيه تربية الأسماك ذات بيئات المياه العذبة. نحن استخدمنا أسماك البلطي أو المعروفة بالتلابية، واستزراع محاصيل زراعية على طريقة الهيدروبونيك بحيث تنشأ هنا نوع من علاقة تكافل بين بيئتين، بيئة الأسماك وبيئة النباتات. الأسماك توفر المغذيات الأساسية مثل النيتروجين والفسفور وغيرها، وغير الأساسية مثل الحديد والنحاس. أيضا النباتات بدورها تقوم بتصفية هذه المياه وفلترتها لتعود مرة أخرى في النظام الديناميكي المغلق للأسماك، وهنا تتوفر كمية كبيرة من المياه ما إذا لو تم تطبيق النظامين على حدة باستقلالية. أفضل أنه الجمع ما بينهم. أيوة، الجمع ما بينهم حتى أنه يمنع التلوث الهوائي نتيجة. جميل. لأن الأسماك أحيانا يعني تصدر منها روائح كريهة نتيجة هذه الفضلات، فاستخدام النباتات أو تصفية النباتات لهذه المواد العضوية يتيح بيئة مناسبة للاستزراع. يعني هكذا مشاريع تضفي أثار إيجابية جدا على بيئتها. نعم نعم نعم، ومشاريع جديدة ومستحدثة هي في الحقيقة. يعني تسعى إلى 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 إثراء التنوع الحيوي وتحقيق مبدأ الاستدامة البيئية. نحن نبارك جهودكم وشاكرين لك لتواجدك اليوم معنا في برنامج من عمان. شكرا أستاذ أحمد بن جابر البوسعيدي، باحث اجتماعي أو باحث بيئي بالمركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة ومشرف على مشروع دراسة الأنظمة المرتبطة بالمياه العذبة. شكرا جزيلا. العفو العفو بيان. وأنتم مشاهدين مستمرين معكم في مسك ختام برنامجكم من عمان، ولكن بعد قليل ابقوا معنا. مع أكبر عدد من السحوبات والجوائز فإن الجميع يبادرون بالخطوة نحو برنامج الادخار من بنك صحار. مع سحوبات كل ساعة ستحصل على العديد من فرص الفوز، كما أن هناك سحوبات خاصة لأصحاب الادخار العالي وأكبر عدد من السحوبات للأطفال. وبالنسبة للنساء هناك سحوبات خاصة بهن، وأياً كان فرق يمكنك الفوز في السحوبات الخاصة بالفروع بالإضافة إلى سحوبات خاصة بالمحافظات. هناك أيضاً سحوبات عامة أسبوعية وشهرية للجميع، لذلك فإن الجميع ينضمون إلى برنامج الادخار من بنك صحار. بادر بالخطوة لتحظى أنت أيضاً بأكبر عدد من السحوبات والجوائز. للاستفسار 2473-0000. تعزيز العلاقات يتطلب أجيالاً متعاقبة، لكننا وكونكم شركاءنا في رحلة التميز حققنا كل هذا في 10 سنوات فقط. قصة بنك صحار تحكي مسيرة إنجازات متميزة، حيث الرؤية تحدد ملامح العمل والاجتهاد ينال التقدير والشفافية تعزز قيم النزاهة والتفاني يدفع بعجلة النمو والالتزام يشجع على المسؤولية والتميز يعجل بخطط التوسع والتمسك بالعقيدة يلهم للتطور.
والاستراتيجية ترتقي بالأداء، والجودة ترسي المعايير، والطموح يحفز للابتكار. إنها 10 سنوات من الإنجاز، ولكن مسيرة رحلتنا معك قد بدأت للتو. بكم مشاهدينا من جديد، وتحية أخيرة باعتبار أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. دائما نحاول أن ننتقي لكم مواضيعنا بعناية، هذه المواضيع، هذه المحطات، هذه المتابعات التي تعكس ثراء وتنوع وعمق هذا الحراك الوطني في مختلف المجالات والأصعدة. نحاول أن هنا أن نكون مرآة عاكسة تعكس هذه الفعاليات مشاهدينا بكل تفاصيلها الجميلة والرائعة. تحية امتنان، تحية شكر لكافة الجهود المؤسسية، الجهود الفردية التي تعمل جاهدة لخدمة عمان، كل في موقعه ومجال عمله. مشاهدينا، نحن وصلنا لختام هذه الحلقة، نتمنى لكم أسبوعا مثمرا بالعطاء والإنجاز. هذه تحيات جميع طاقم العمل، وتحيات المخرجة عائشة البلوشية. إلى اللقاء.